تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي بسورة يونس، وبينا أسباب النزول، وبينا أيضا لماذا سميت بسورة يونس نسبة للنبي يونس عليه السلام، وبينا الآية الأولى، وضحنا الأحرف المقطعة التي بدأت بها سورة يونس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، في اللقاء الماضي. نتابع معكم: أكان للناس، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. طبعا التعجب، المولى سبحانه وتعالى عندما تعجبوا وقالوا أنه لولا أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، أنه الوحي ينزل على يتيم أبي طالب أنه فقير وكذا، فالمولى سبحانه وتعالى يبين ما هو العجيب، ما هو العجيب في أن الله أوحى إلى رجل منكم من جنسكم من البشر من العرب، تعرفونه، تعرفون تاريخه، تعرفون حياته، تعرفون أمانته، تعرفون صدقه، بأنه يبلغكم إنذار الله وبشارة من الله، ما الذي تعجبت منه وما هو موضع العجب فيه؟ طبعا ذكرت الآية الحيثيات رسول من أنفسكم، يعني تعجبوا، دليل هذا أنكم أنتم حين اختلفتم في بناء الكعبة قالت قبيلة نحن أولى بأن نضع بأيدينا أقدس شيء في الكعبة، هذا قبل الإسلام، وهو الحجر الأسعد. حين ذلك اختلفت القبائل العربية، فما كان إلا أن حكموا أول داخل، فشاء الله أن يكون أول داخل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وحكموه قبل أن يكون نبيا ورضوا بحكمه وقالوا هو الأمين. كذلك السيدة خديجة رضي الله عنها بنت خويلد، حينما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني الوحي ويأتيني كذا وأخاف أن يكون كذا، فبينت له السيدة خديجة رضوان الله عليها أن المقدمات التي في حياته توحي بأن الله سبحانه وتعالى لن يخذله أبدا ولن يسلط عليه الجن، والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتنصف المظلوم فلن يهزيك الله أبدا. فكانت بذلك السيدة خديجة أول فقيه مستنبط في الإسلام. إذن قول الحق سبحانه أكان للناس عجبا، يعني التعجب من أن يصدر منهم العجب. القرآن يتعجب كيف يصدر منكم هذا العجب، من المنطقي ألا تتعجب، لأنك حين تتعجب من شيء فإما تتعجب منه لأنه بلغ من الحسن مبلغ فوق مستوى البشر، ما تعرف من البشر، مثل ما ترى مثلا صنعة جميلة وتقول ما أحسن هذه الصنعة، تتعجب وتتساءل ما الذي جعل هذه الصنعة جميلة إلى هذا الحد غير متصور. وهنا نتساءل كيف تتعجبون وقد جئناكم برسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أليس هذا هو المطلوب في النبي؟ كيف تتعجبون؟ إن إيحاءنا لرجل منكم كان عجيب عندكم، وما كان يصح أن يكون أمرا عجيبا لأنه أمر منطقي. طيب، هذا كان الناس عجبا أن أوحينا. هل الوحي، ما هو الوحي؟ سبق أن بينا أن الوحي هو الإعلام، الوحي تعريفه الإعلام بخفاء. هناك إعلام واضح
وإعلام بخفاء. الإعلام الواضح مثلا أن تقول لابنك يا بني اسمع كذا وافعل كذا، فإذا هنا الوحي المولى سبحانه وتعالى يوحي لمن شاء بما يشاء وكيف يشاء. يوحي مثلا إلى الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. طيب يوحي الحيوان المولى سبحانه وتعالى، وإذ أوحى ربك للنحل إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. المولى سبحانه وتعالى يوحي لغير أنبياء أيضا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فإذا أوحى الله إلى الأنبياء، أوحى بالرسالات، وبين لهم بأنهم يجب أن يجنبوا الناس الإنذار، فقدم الإنذار هنا على البشارة. قال أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، إذن أن أنذر الناس وبشر، فالإنذار أولا قبل ذلك. فلماذا الإنذار؟ لأنه دفع المضرة أولى من جلب المنفعة. طيب أنذر الناس، الناس هم الجنس أو هم الجنس المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة. طبعا بعض المستشرقين دخلوا لأنهم لا يعرفون اللغة العربية، كيف تقول كلمة ناس والناس من تعني وماذا كذا إلى آخره. فباختصار أقول بأن المولى سبحانه وتعالى نزل القرآن باللغة العربية، وعندما نزل باللغة العربية فهناك أسرار وفقه للغة العربية يجب أن نعلمه، هناك العام والخاص. وعندما يقول المولى سبحانه وتعالى الناس فقد تكون هناك خاص أو المقصود خاص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طيب هون السؤال، إذا كان الناس قال لهم الناس، كل الناس كل البشر؟ لا طبعا، ليس كل البشر الذين قالوا، وإنما هو شخص قال. مثلا الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، طيب يحسدون من؟ المقصود النبي من الناس. فإذا يجب أن نفهم فقه اللغة العربية. لذلك البعض قالوا أن الإسلام دين تطرف، يا أخي كيف يقول الإسلام لا إكراه في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس، قاتل كل الناس حتى يقول، كيف لك أن ترك أهل الكتاب، كيف لك أن ترك المشركين، كيف هناك حرية اعتقاد؟ لا، لأنه المفهوم هنا الناس بخصوصية، مشركي العرب الذين قاتلوا النبي يقصدهم. فعندما يقول كلمة الناس يجب أن نفهم لا تطلق الناس على كل الناس إلا إذا كانت عامة، مثل إن أول بيت وضع للناس للذي بكى لكل الناس، أو مثل هذه الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى أنذر الناس، إذا كل الناس على الإطلاق. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يتابع المولى أن لهم قدم صدق عند ربهم، بشر الذين آمنوا، شو الذين آمنوا؟ لهم قدم صدق عند ربهم، قدم، كلمة قدم. كل جارحة لها ظاهر في الحركة وفي الأعمال، فالقدم تسعى إلى الأشياء، اليد تتحرك في العطاء، الأذن في السمع، العين في الرؤية، وهكذا يكون معنى قدم صدق هو سابقة فضل. إذن هو سابقة في الفضل أهلتهم لأن يكونوا موضع البشارة. قدم الصدق، فالصدق هو جماع الخير، وعلى الصدق تدور الحركة النافعة في الكون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق، إذن فكلمة الصدق دائرة دائما يعني في القرآن، قدم الصدق، مبوء صدق، قال الرب أدخلني، مدخل صدق، مخرج صدق، كل هذا يحببنا في الصدق، لأن كل أمور الحياة وفضائلها وخيراتها وما ينتظر الناس من سعادة كل ذلك قائم على كلمة الصدق. أي أن لهم إذن سابقة فضل عند ربهم يجازيهم بها بالتصديق،
فماذا قالوا؟ إذن هؤلاء الذين آمنوا لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين على النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا نفهم كيف تكون أو كان موقفهم من سياق الآية، بأنهم رفضوا واستكبروا وقالوا أنه ساحر. طبعا الساحر هو الذي يصنع أشياء يهمك أنها حقيقة وهي ليست بحقيقة، كيف سحرة فرعون، سحروا الأعين التي ترى الأمر المسحور على غير حقيقته، سحروا الناس، فهم قد أوهموا المسحورين بغير الواقع. ساحر يرى الشيء على حقيقته، أما المسحور هو الذي تتغير رؤيته إلى الشيء فيخيل إليه أنه شيء آخر. يتابع المولى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله، أي أن الذي ربى وأعطى وأنعم هو الذي كلف، يجب أن تستمعوا إلى منهجه. إن ربكم الله الذي خلق، بين الحيثية، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طيب، الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض قال لنا في ستة أيام، وهنا سنقف قليلا. هناك آية جاء فيها تفصيل، ويظهر من أسلوبها أن الخلق قد استغرق ثمانية أيام، هكذا يعتقد البعض في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم يقول سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. وهنا يجب أن نقف، هي ستة أيام، لكن الأيام عندما ذكرها الله سبحانه وتعالى المجمل يفسره المفصل إلا العدد، فإن مفصله محمول على مجمله. فالأرض خلقها الله في يومين، جعل فيها رواسي وبارك فيها، وكل مخلوق ثاني هو تتمة للأول، فاليومان الأولان إنما يدخلان في الأربعة الأيام، وأخذت بقية الخلق اليومين الأخيرين، فصار مجموع ستة أيام. فيجب أن ننتبه إلى هذا الأمر. إذن خلق السماوات والأرض ستة أيام، الزمن بدنا نتوقف على ستة أيام بقى. زمن نجد مثلا أن اليوم على كوكب الزهرة أطول من عامها، لأن عامها توقيت على توقيت الأرض هو 225 يوم، أما طول اليوم فيها فهو بتوقيت الأرض 244. وما أظهره الله لنا في القرآن من الأزمنة إنما يدل على اختلافها، لا على التعارض والتناقض، إنما على الاختلاف. فإذا عندما يتحدث إن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون أو 50,000 سنة، الزمن مخلوق لله سبحانه وتعالى، والمكان مخلوق لله سبحانه وتعالى، ونحن لا نطبق على قدرة الله ما يتعلق بقدرة البشر. فالحدث يحتاج إلى زمان ومكان، ونحن ننزه الله سبحانه وتعالى، هو خالق الكون، هو الذي أين الأين، يعني الأين أين المكان، وكيف الكيف، فكيف نقول عنه أين وكيف. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى لا يخضع لمعيار الزمان والمكان، والزمن عند الله سبحانه وتعالى يختلف ببيان اختلافه. إن يوما عند ربك ك50,000 سنة مما تعدون ك1,000 سنة، إذن بهذا الاختلاف. ودليلنا على ذلك أن اليوم في الزهرة كما قلنا وبينا. يتابع المولى: ثم استوى على العرش. وقف العلماء عند كلمة استوى طويلة، استعرضوا القرآن كله ليحصرها في كتاب الله، فوجدوها قد جاءت في 12 سورة: بقرة، الأعراف، يونس، الرعد،
طه الفرقان قصص السجدة وفصلت والفتح والنجم والحديد. وأول سورة جاء فيها ذكر استواء الله على العرش هي الأعراف. يقول الحق: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم تأتي آية سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. هنا نقف عن الصفات، هذا علم في العقيدة. صفات لا توجد في البشر، ووصف الله نفسه بها، يعني قوي موجودة بالبشر، عالم، عليم، غني، كريم. هذه الصفات عند الله لا تؤخذ على مقتضى ما هي في البشر. كل إنسان هو ممكن الوجود، لكن الحق سبحانه هو واجب الوجود، ليس كمثله شيء. سبحان الله. الذي يفسد الفهم أن يقال استوى بمعنى جلس أو قعد، أو نأخذ الاستواء كتمثيل للسيطرة، وسبحانه مسيطر على كل شيء من دون كلمة الاستواء. والاستواء يعني التمكن. سبحانه قال: ولما بلغ أشده واستوى. واستوى تعني بلوغ تكوين الكمال في الذات. فإذا بالنسبة لله لا نقول ذلك، كل استواء لله يجب أن يؤخذ على أنه استواء يليق بذاته وصفاته التي قد يوجد في البشر لها هذا الاسم، لكنها صفات مطلقة في إطار ليس كمثله شيء. فعل الله لا يمكن أن يتساوى مع فعل البشر. لذلك قلنا في حديث الإسراء أن الكفار بالإسراء عندما كذبوا النبي في أنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في نفس الليلة وصعد إلى السماء كذا كذا، الله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده. فقال سبحان، أي نزه الله في صفاته وفي قدرته عن الخلق. وعندما يقرب الله سبحانه وتعالى المعاني بالنسبة للبشر، فدائما يجب أن نقول ليس كمثله شيء. سبحان الله. نقول استواء يليق بذاته لا كاستواء البشر. وهناك فرق بين تمثيل الشيء وبين حقيقة الشيء. فحين يقول الحق: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، فهذا مثل توضيحي للبشر. فإذا من هذا الكلام أصبح لدينا الآن واضح. اللي بيسألني بيسألك أنه كيف استوى على العرش، هل له عرش اللي استوى على العرش؟ نقول بما يليق بذات الله، لا نأخذ الاستواء على المعنى الذي يدل على المكان المحيز، لأنه سبحانه منزه على أن يكون متحيزا في مكان. فذاته سبحانه، سبحان الله، ليست كالذوات، وفعله ليس كالأفعال، وصفاته ليست كالصفات. إذن ينزه الله. هلأ بيتوقف واحد يا أخي، طيب أنا بسألك سؤال، هذا علم هذا الأمر أو هذا العلم بالذات فيما يتعلق بصفات الله وأفعال الله وكذا وإلى آخره؟ طبعا المعتزلة والكثير من الفلسفة دخلت وكذا، هو علم لا نأخذ منه، يعني ليس له علاقة بالتكليف، وهو علم إذا لم نعرفه لا يضر. يعني أنه والله لك أنه أخي أنا بدي أعرف كيف استوى على العرش، نقول نحن استوى على العرش سبحان الله ليس كمثله شيء بما يليق بصفاته وأفعاله. أما كيفية الاستواء فهي مجهولة. يعني ليش بك تعرفها؟ مثلا شو هي اللي بتقدم أو بتأخر بالنسبة للتشريع وبالنسبة للأوامر والنواهي؟ فأدخال الناس بهذه المتاهات وبهذه الأمور والدخول بنقاشات صفصطائية ونقاشات لا تقدم ولا تؤخر، نحن نقول ليس كمثله شيء. طالما أن الله قال فإذا صدق الله، ليس كمثله شيء. سبحان الله،
ننزهه في صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه عن كل الصفات وعن ما يخطر على البشر وما يخطر أو بالنسبة لأفعال وصفات البشر. ثم يقول الحق بعد ذلك: يدبر الأمر، أي أنه يرتب الوجود ترتيبا، يجعل كل شيء موضوعا في مكانه بحكمة. والحق سبحانه وتعالى له صفة علم وصفة إرادة وصفة قدرة. صفة العلم هي التي تضع كل شيء في مكانه بحكمة، وصفة الإرادة هي التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وصفة القدرة تبرز المراد لله. فإذا عندما يقول الله يدبر الأمر، جاء ليؤكد نفي التعجب من أن يكون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أكان للناس عجبا أن أوحينا، وعلتها أن الله هو ربكم وهو الذي خلق. وإذا استقرأنا الأفعال والأحداث سنجد الأمور المحرمة قليلة والأمور المباحة كثيرة جدا، فالمباحات أكثر من يعني كمثال إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا كل أن نشرب الماء وأن نشرب العصير وأن نشرب كذا إلا الخمر، إذن المحظور واحد. طيب إذن والله سبحانه وتعالى هو الذي شاء أن نفعل ذلك أو لا نفعل، وترك للإنسان الكثير من الأمور المباحة، أما القيم فهي لله، والكون المادي المخلوق لله هو في غاية الدقة وفي غاية النظام. لم تمتنع الشمس أن تشرق أو تعطي ضوءها وحرارتها للناس، وما امتنع القمر أن يعطي نوره. ونحن إذا نظرنا إلى معنى كلمة يدبر الأمر تجد أنها كل شيء ينشأ، فكل أمر الله سبحانه وتعالى ينشأ عن قوله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحانه يدبر الأمر في السنن المادية التي لا تتناولها يد الإنسان. فإن أراد الإنسان أن يضبط أمور حياته فليأخذ المنهج الذي أنزله الله افعل ولا تفعل، والمباحات كما قلنا كثيرة، والإنسان حر في الاختيار بين البدائل، لكنه ليس حر بأن يقول للشمس لا أغربي ولا تشرقي، أن يقول للهواء امتنع عن فلان بكرهه وفلان كذا، أو يقول أنا لا أريد أن أتنفس، أنا لا أريد النور، لا أريد كذا. فإذا هذا الأمر يدبره الله سبحانه وتعالى وترك للبشر، وضع لهم نظاما مستقيما، هذا النظام المحكم لا يتخلف، نواميس الكون تعمل بدقة يندهش لها المؤمن وينتفع بها المؤمن والكافر. فإذا حتى بعض العلماء الذين لا يؤمنون بالله ومنهج الله حددوا مواعيد الكسوف الكلي أو الجزئي للشمس بدقة، أو القمر بدقة متناهية، ذلك أن هناك استقرار لمعطيات الكون. إذا يدبر الأمر، يتابع المولى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، جاء الحق بمسألة الشفاعة بعد مسألة تدبير الأمر، لأن هؤلاء المشركين الذين تعجبوا من إرسال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون أن تلك الأصنام تشفع لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي آية أخرى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن الشفيع لابد له من إذن ورضا من الله، يتابع فيقول: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فسبحانه خلق الكون واستثبت بيده مقاليد الأمور، وخلق الإنسان ليعمر هذا الكون، والله شهد أنه لا إله إلا هو. فذلكم الله ربكم، ذلكم أي إشارة إلى ما تقدم من خلق السماوات والأرض والاستواء على العرش وتدبير الأمر كله، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، هذا هو الله ربكم. وما دام هو ربكم فاعبدوه، لأنه هو الذي خلق من عدم وأمد من عدم، وله كل صفات الكمال المطلق، والعبادة لا تعود عليه
بمنفعة أو بفائدة، فسبحانه منزه عن فائدة تعود عليه، لأنكم عبدتموه لمصلحتكم، فلا تستطيعون أن تزيدوا إذا عبدتوه في ملكه شيئا، أفلا تذكرون. طبعا عندما يقول أفلا تذكرون، المخ فيه ملكات متعددة، مثل ملكة التخيل، ملكة الحفظ والاختزان، وكثير من الملكات الأخرى، ومنها ملكة التذكر. ومعنى التذكر أن شيئا سبق لك به إلف أو فطرة، قد نسيت هذه الفطرة فيذكرك بها، شايف؟ فإذا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، إذا في عالم الذر، ونسي الإنسان هذه الفطرة، فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ومذكرين. إنما أنت مذكر، لست علي مذكر بماذا؟ مذكر بعهد الفطرة الأولى. فإذا كان البعر يدل على البعير والسير يدل على المسير، ألا يدل كل هذا الكون على وجود اللطيف الخبير؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد.